المسلسل من كثافه المشاهده ابتدت بقى ايه سيناريوهات مش مكتوبه او ما كانتش على صناع العمل. اولا قلت ان انت بتمثلي قصه شيرين عبد الوهاب، اوعي تنكري. احنا اللي قلنا؟ لا انا بقولك الناس قالوا، فانا بواجهك بالاتهام. اوعي تنكري. بس لا هم قالوا، بس احنا كلنا طلعنا قلنا لا. وبعدين لما بقى في اصرار لا انتوا عاملين القصه، فقلنا لهم طب يا جماعه المسلسل قرب ينزل وشوفوا. ازاي قال علاقه يعني منين طلعت انه ده؟ يمكن هم ربطوا عشان لؤلؤ نجمه مهمه جدا، من اهم نجوم الوطن العربي، وشيرين اكيد نجمه مصريه من اهم نجوم الوطن العربي، ان هي عندها قصه كفاح وشيرين عندها قصه كفاح، فيمكن عشان كده هم ربطوا، بس مش اكتر يعني. شيرين ازاي؟ انا معرفش. ده شيرين البنت كانت متربيه في بلجا، وايه العلاقه؟ شيرين نزلت بيان. نزلت بيان هي سمعت ان قالوا المسلسل قصه حياتها، فهي قالت ان ازاي يعني تعمل قصه حياتها وهي حقها اكيد حقها لو ده حقيقي، بس هو مسلسل ملوش علاقه. هي قصه خياليه يعني، لؤلؤ مش موجوده يعني. الجدل الكبير بيبقى موجود مع نجاح كبير. مظبوط. يعني فبيبقى ايه تاني من الشائعات اللي اتقالت على المسلسل يا مي وانت بصيت لها كده؟ ايه تاني؟ هم قالوا ان ادوارد بيعمل دور جيجي لامارا كمان. لا وانا سمعت حاجه تانية. سمعت انه المطربه الشعبيه بوسي في الموضوع برضه. قالوا كده كمان؟ لا ما سمعتش دي، بس هم اخذوا من هي الحاجات دي كلها اتقالت قبل المسلسل، بعد ما المسلسل اتعرض ما في خلاص. احكي لي، كان سؤالي امتى ابتديتي تحسي بالخضه بقى انه يا جماعه لا ده هو مش مسلسل وبيتشاف وخلاص؟ انا انبسطت قوي من اول حلقه الثالثه، حسيت ان لا الاقبال جامد على المسلسل والناس مبسوطه والفيدباك كويس قوي. طبعا بيبقى في الاول كنت مبسوطه جدا، بس بتقعدي برضو مستنيه طب يا ترى ايه، يا ترى الناس هتزهق، يا ترى هتكمل، يا ترى، لان الناس دايما بتتحسس اول اسبوع بيقعدوا يتفرجوا يشوفوا هنكمل ولا لا. فبعد اول 10 ايام بدا بقى الفيدباك. كان بالنسبه لك ارقام السوشيال ميديا هي الاهم ولا الورد اوف ماوث، الكلام الناس مع بعضها؟ طبعا ارقام السوشيال ميديا مهمه، بس الاهم بالنسبه لي الناس اللي اعرفهم حواليا لما بنزل الشارع الناس بتعمل ايه، هو ده اهم بالنسبه لي. قولي لي ايه من اكتر المشاهد اللي انت بتحبيها في المسلسل ده؟ في كذا مشهد، في مشهد المواجهه بينها وبين صاحبتها، ده من المشاهد اللي بحبه جدا، بينها وبين مروه، بين اختها او صاحبتها او هي اختها يعني. بس ده مشهد درامي جامد جدا. ان المسلسل كان فيه حاجات لطيفه قوي، لكن في حاجات كتير بقى. انا بحب المسلسل ده قوي بجد، بحب كل مشاهده. تقلبوا مني قرشين تبداوا بيهم حياتكم يا مروه؟ هو انا عمري حرمتك من حاجه؟ عمري كان نفسك في حاجه انا اللي جبتها لكيش؟ ده انا طول عمري بوديك على نفسي. عارفه والله العظيم عارفه كل اللي هتقوليه، لانه جه في بالي وانا جايه لك. وانا جايه لك في الطريق يا لؤلؤ شفت كل حياتنا مع بعض، من اول يوم شفنا بعض في الدار لحد ما كبرتي وعليتي. ضربت نفسي 100 قلم اني فكرت اذيكي، بس انا بودا كان مغمى عينيا. يقول له انا اول مره حد يحبني ويقول لي كلام حلو، اذا كان ضحك عليكي مش هيعرف يضحك عليا انا؟ ماي عمر، ايه اكتر حاجه كانت موتراكي في المسلسل ده؟ حاجات كتير. إيه؟ في مشاهد كانت موتراني جدا. في مشهد اللي لما بتكتشف فيه ان هما بيضحكوا عليها، ده كان مشهد موترني جدا جدا، كنت خايفه منه جدا. والحفلات كنت خايفه منها جدا. ليه؟ صعبه، كنت خايفه من فكره السينك والاغاني والاستعراض وكلهم بيتصوروا ورا بعض ورا بعض ورا بعض، فكنت قلقانه. بس حفله اكرم حسني ما مختلفه خالص. الموضوع مختلف. حتى انت ادائك كان مختلف في الاغنيه دي يا مي. بس انا واكرم اولا احنا اصحاب جدا، عملنا مسلسل كامل مع بعض. رايح المدام. والاغنيه لذيذه، فكانت يعني حلوه.
سين سؤال، أغنية أكرم حسني يعني دي كانت وليدة اللحظة ولا أنتم مفكرين فيها من لا مش وليدة اللحظة، هي كان في أغنية الأول هنعملها وبعد كده غيرنا، وبعدين الأغنية كانت عند أكرم وهو اللي جابها، يعني هو اللي قال تعالوا نعمل أغنية. يعني هو كان اسمه أشرف جبنة، كان اسمه إيه؟ أشرف جبنة. أشرف جبنة، يعني هي أصلا الأغنية دي كانت عند أكرم؟ كانت عند أكرم يعني مش عاملها المسلسل؟ لا. كلماتها بقى فكريني، كلمات عويصة قوي. كلمة على فكرة تعبت دي أكتر أغنية تعبتني. هيقولي كلام غير ده. أنا الأغنية دي في حتى في الكواليس أكرم كان منزل وهو قاعد بيحفظني مش عارف أحفظها. أكرم مش عارف إن جيت للحق حق. انت اللي زيك يستحق انك تقول له العمر كله ما عشت قبلك زق بالصبر مر كلامها قوله وانت حر ان كان على القلب دق وقبلك عمر ما دق لك يا واكلك جو يا نسمة في جو حر يا بحر وقلبي شط يا تقولي لا ان جيت للصح الافضل لينا والاصح تعيش لي عمرك حب مش تحب ومن ويبقى حبيبي نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه واتشت، ما تخليش حاجة تفوتك.